دكتور، هو انا امتى اقدر اقول على ابني او بنتي ان هم عندهم تاخر في الكلام؟ حاضر، دي حاجه سهله جدا. هو كلام الطفل اولا بيبتدي تخاطب ادراكي. يعني ايه تخاطب ادراكي؟ استقبالي، مش هنستنى لما الطفل ينطق، لا، ده فيه طبعا النطق ليه جدول زمني وليه خريطه طريق لازم يمشي عليها الطفل. لكن قبل التخاطب المنطوق فيه تخاطب اسمه التخاطب الادراكي او الاستقبالي. يعني ايه؟ يعني الطفل اللي عنده 3 اشهر تتلاقى نظره عينه مع الام. طب واللي عنده 4 اشهر تظهر الابتسامه مع الام. اللي عنده 6 اشهر يتتبع صوت الام يشوف ماما بتنادي عليه من انهي اتجاه. اللي عنده 8 اشهر يبص للعبه اللي في ايد الام. اللي عنده سنه يشاور بصبعه على الحاجه اللي هو عاوزها. طب يبقى احنا دلوقتي قلنا ان في العام الاول بيبتدي تخاطب اسمه التخاطب الاستقبالي وهو في منتهى الاهميه، وبدون تخاطب ادراكي او استقبالي مش هيبقى فيه تخاطب تعبيري. يبقى قلنا نظره العين دي مهمه قوي، الانتباه المشترك، يعني ان الطفل يبص للعبه اللي في ايد الام وكانها لعب، عايز يقول لها لعبيني. لكن بيبتدي بقى التخاطب المنطوق من عمر عام، تبتدي بقى تظهر الكلمة الأولى. اللي عنده سنة ونص يعمل جملة من وحدتين، بتزداد الحصيلة اللغوية في العام الثاني. عند 2.5 تظهر الجملة من 3 وحدات. بعد الجملة ما تبقى 3 وحدات حاجة اسمها أدوات الربط، يبتدي يستخدم الضمائر، ظرف الزمان والمكان والأدوات الربط اللي بتربط الكلمات مع بعضها في الجملة ليستقيم المعنى. بداية من العام الرابع تبقى جملة الطفل 5 كلمات وفيهم محاولة لسرد قصة، وأقدر أعمل معاه محادثة وحاجة اسمها الكلام المسترسل. ده التخاطب إدراكي ثم التخاطب التعبيري. طيب، أنا كده من كلام حضرتك تخيلت إن احنا لازم نبقى مركزين من بدري قوي فيما يخص التخاطب. يعني لأنه التخاطب ما بيبدأش بكلمات أو بجمل، ولكن بيبدأ من قبل كده بكتير، بأنه الطفل بيتواصل بالعين مع الأم. دي نظرة العين دي في منتهى الأهمية. طيب، لكن هو عايزين ننتبه برضو لفترة حتى من أثناء حمل الطفل، زي ما حضرتك قلت في المقدمة. يعني ده فترة حمل الطفل دي تخليني حمله، أو احنا بنقول في علم التخاطب بنقول التاريخ التطوري للطفل، اللي هي حمله، لحظة ولادته، أيام الطفولة الأولى. هل كان في عند حصل للطفل ده في المراحل التطورية دي أي شيء غير الطبيعي؟ تبقى عيني على الطفل ده. الطفل اللي الام جالها اجهاض منذر، لا ده اخاف عليه. اللي خدت الام ادويه من غير ما تستشير الطبيب، الحصبة الالماني مهمه جدا، تسمم الحمل مهم جدا. طيب هنيجي للحظه الولاده، الطفل ده خد نفسه عند الولاده ولا كان لونه متغير وتاخرت الصرخه الاولى واحتاج دخول حضان؟ طيب نيجي بعد كده لايام الطفوله الاولى، سخونيه واقعه. يعني الطفل اللي تعرض في تاريخه التطوري لشيء هام، يعني اثناء حمله او ولادته، تبقى عيني عليه، لانه ده اكتر عرضه من الاطفال الاخرين لحدوث الايه؟ الاعاقات التخاطبيه. وعشان كلمه اعاقات ما تضايقش الناس، ان الدنيا كلها في شهر ديسمبر بتحتفل بالعام العالمي او اليوم العالمي للطفل. طيب في شهر ديسمبر من كل عام يعني بنهتم بالاعاقات كلها، خاصة الإعاقات التخاطبية. طيب حتى كلمة إعاقة عشان ما نضايقش الناس على الصوت، أنا أول مرة أعرف إن تأخر الكلام ممكن يتصنف أو يتحط تحت بند الإعاقة. سهلة جدا، هفسر ليه هي إعاقات. الأمراض لا تبقى أمراض حادة لا تبقى أمراض مزمنة. المرض الحاد زي ما قلت الطفل ده عنده التهاب في اللوز. طيب يبقى ده مرض حاد. يعني ايه؟ يعني المرض اللي ما يقعدش اكتر من 2 ل3 اسابيع. المرض اللي يزيد عن كده، يعني اللي يزيد عن 3 اسابيع، يعني اقول عليه ده المرض مزمن. يعني ايه مرض مزمن؟ المرض اللي قعد اكتر من 3 اسابيع. لكن امراض التخاطب في الغالب بتبقى اكتر من كده شويه، ولهذا فهي اعاقات. يعني ايه اعاقه؟ يعني عله مزمنه تخلي الشخص لا يتفاعل جيدا، او ما يبقاش انجازه زي الايه المناظر ليه، زي الضعف البصري. زي المعهد القومي السويدي سنه 1974 حصر الاعاقات التي تصيب جسم وذهن او نفس الانسان، كانت 31 اعاقه، 17 منها اعاقات تخاطبيه.
ياه. طيب في هل في الاعاقات التخاطبيه في امراض الصوت زي ايه؟ الوهن الصوتي، لا ده مرض بسيط بيتعالج على طول، بحه الصوت طبقا لسبب تتعالج على طول. لكن الاستئصال الحنجري وهو مرض صوت، لا ده بيبقى ايه؟ إعاقة. يعني إيه إعاقة؟ لأن هو مش هيقدر يعبر عمره بشكل طبيعي لأنه الحنجرة تم استئصالها، وتبقى المشكلة أكتر لو ما بيعرفش يعبر عن نفسه بالكتابة. طيب أمراض النطق، اللذعة مرض بسيط، التلعثم مرض متوسط المدة. يعني إحنا دلوقتي يا دكتور بنصنف أمراض التخاطب، إحنا بنقولها دلوقتي للناس إنه العسمة ده نوع من أنواع أمراض مرض نطق، مرض نطق، ومرض متوسط المدة. اللدغة مرض قصير المدة. مرض نطق قصير المدة. وأنا ممكن أكون لدغة وأتحسن أو أتكلم بعد كده بشكل عادي؟ قصير المدة يعني في جلسات معدودة بيشفى. يا دكتور. ومرض التلعثم اللي هو التهتهة متوسط المدة. متوسط المدة يعني 6 أشهر ما بيبقاش موجود، بشرط يستخدم الطريقة اللي احنا بنقولها له في أثناء الايه؟ أثناء الكلام بتاعه. لكن الحبسة الكلامية، الخنف، لا دي أمراض نطق بتطول شوية، يعني ممكن مدة جلساتها تبقى حوالي سنة ونص. أمراض اللغة بقى هي أمراض الايه اللي بتطول، أو هي الغالبية، تأخير الكلام الناتج عن إصابة دماغية، الضعف السمعي، الأمراض النفسية في الأطفال زي ما حضرتك قلت في المقدمة، الحرمان البيئي. ولكن عشان من برضو ما نضايقش الناس، يعني لا يشترط أن الطفل يكون متأخر في الكلام بسبب عضوي. ده خمس الأطفال المتأخرين في الكلام، يعني 20% منهم بيبقى السمع طبيعي والذكاء طبيعي. ولهذا فإحنا بنسميه تأخر نمو اللغة النوعي، عشان ما يقولوش بس الإيه إن كله، لا ده الإعاقة بس عشان التصنيف، لكنها أمراض قابلة للعلاج، قابلة للعلاج والتحسن حتى لو أخذت أقل وقت. أقل حاجة تحسن في الأمراض اللي بتطول، زي التوحد زي ما حضرتك قلت برضو في المقدمة، زي الطفل كثير الحركة، الضعف السمعي، القصور الفكري، دي أمراض أقل حاجة فيها تحسن. طب ممكن شفاء كامل؟ نعم ممكن شفاء كامل، لكن الفكرة كلها إن برضو نصبر على البرنامج اللي اتحط للطفل. طيب حضرتك قلت كلام كتير قوي، فاحنا عايزين نقف عند كل كلمة اتقالت، لأن كل كلمة اتقالت تحتها موضوعات كتير قوي. تمام. زي ايه؟ انه في مشاكل بتمر بيها السيدة الحامل، المشاكل دي ممكن تأثر على نطق الطفل، او تعمل تأخر في الكلام عند الطفل. تمام. احنا بالنسبة لنا يعني أول مرة نسمع ده، يعني ممكن نكون متخيلين أن الطفل ممكن يصيبه أمراض جسمانية نتيجة مرور الأم بفترة صعبة خلال شهور الحمل أو فترة مرضية، ولكن تأثر على كلام الطفل دي بالنسبة لنا حاجة يمكن أول مرة نسمعها.